أهلا بكم. لو سوينا سيرش في اليوتيوب عن موضوع الثعابين هنلاقي مئات يمكن آلاف الأفلام اللي موجودة عن الثعابين. لو سوينا سيرش بالعربي، سوينا بحث عن موضوع الثعابين بالعربي، هنلاقي مئات الأفلام اللي بتتكلم عن الثعابين. هنلاقي فيه مواضيع جذابة، مسميات غريبة، عناوين للأفلام هذه تخلي الواحد يتفرج على الموضوع. ندخل على الموضوع هنلاقي الموضوع موضوع كلام فاضي، ما في أي حاجة من العنوان اللي بيتقال فيه. جميل إنه الواحد يكون عنده فيلم فيديو أو عنده موضوع يحاول يسويه كفيلم، يحط له صور وينزله في اليوتيوب للفائدة عشان الناس تستفيد. حاجة حلوة وحاجة مطلوبة من كل واحد، كل واحد المفروض يفيد الآخرين بأي طريقة من الطرق. لكن لو شفنا العناوين اللي موجودة هنلاقي أشياء غريبة: ثعبان يلتهم فتاة، ثعبان يقتل 320 شخص، ثعبان يهاجم قرية، ثعبان بيصارع سكرات الموت، ثعبان الجيش بيحاربه، أضخم ثعبان على وجه الأرض، أكبر ثعبان مش عارف إيش عمل. كلام كثير جدا عن الثعابين ما له أي علاقة. إيش اللي بيصير بالضبط؟ الواحد بيحط عنوان عشان يسوي نوع من الجذب للناس، الناس يدخلوا يشوفوا الفيديو فبتزيد نسبة المشاهدة. لازم ننتبه للحكاية هذه، ما نحط أي فيديو إلا لما نتأكد منه، لأنه في ناس بيعتمدوا على الفيديوهات هذه وفي ناس بيصدقوها. مو كل الناس عندهم وعي بموضوع الثعابين، ومو كل الناس عندهم القدرة إنهم يفكروا المعلومة دي صح ولا غلط. في ناس بياخدوها كمسلمات، ياخد الفيديو ويقول خلاص هو ده الصح، لا حد يحمل نفسه ذنب ناس آخرين. هذه ما هي إشكالية نحط إلا نبغى نحطه، ما في أي إشكالية. الإشكالية في التعليقات. أتكلمنا في موضوع معين عن الثعابين أو عن أي موضوع تاني، ما بتكلم عن الثعابين بس، هنشوف في تعليقات. التعليقات هذه للأسف الشديد معظمها بتكون فتوى، كل واحد بيفتي في الموضوع، كل واحد بيتكلم في الموضوع، كل واحد بيشرح الموضوع من وجهة نظره، كل واحد بيقول الحاجة اللي هو شايفها. برضو لغاية هنا ما عندنا مشكلة، المشكلة والمصيبة الكبرى إلا وراء التعليقات هذه. واحد بيعلق بيقول إنه الكلام اللي في الفيديو هذا كلام غلط، ما عندنا إشكالية، لكن اللي حط الفيديو جاهل ومتخلف وغبي وبيضحك على الناس ومش عارف إيش. يرد عليه صاحب الفيديو: انت اللي جاهل وانت اللي غبي، انت واهلك. يرد عليه الراجل: اهلك وقبيلتك وعشيرتك وبلدك. نبدأ ندخل في صراعات. طبعا الناس بيتفاعلوا مع الموضوع وبيشتغلوا، فعلا الشخص هذا متخلف، لا اللي كتب التعليق متخلف، لا اللي اتكلم في الموضوع ده ما عنده عقل، لا الشخص هذا مصيبته مصيبة انه بيتكلم في اي حاجة. ونتكلم 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 ونسيب الموضوع الاساسي اللي هو الفيديو. خلونا نتكلم برقي، خلونا نتكلم بهدف انه نوصل المعلومة الصح للناس. لحد يفتي، الافتاءات في عالمنا العربي ما شاء الله تبارك الله شغالة نار، لحد يفتي في حاجة ما يعرفها. تعرف الموضوع متأكد من صحته 100%؟ قولوا، لأنه زي ما قلت في ناس بيعتمدوا على الحكاية هذه. ما تعرف، أنسى الموضوع.
المصيبة الأدهى والأمر إنه بندخل الناحية الدينية في الموضوع. واحد حط فيديو، حط عليه آية قرآنية أو شغل عليه نشيد إسلامي أو حط كلمات معبرة دينيا، يعني الثعبان بيسوي كذا كذا، سبحان الله، ثعبان معجزة من معجزات الله، ثعبان بيسوي أشياء غريبة تبارك الله، بيحطوا صبغة دينية للموضوع عشان يثبتوا للناس أن الموضوع ده صح. الحكاية هذه أتمنى أنه نبعد عنها، لأنه إحنا بنتكلم عن حيوان زي ما اتفقنا، بنتكلم عن حيوان، ما في أي حاجة غريبة، ما في أي حاجة غير أنه حيوان. الأشياء الغريبة اللي بنسويها إحنا بنشوفها غريبة لأنه ما عندنا خبرة، ما عندنا فكرة عن الموضوع. دخلنا الدين، يجي شخص يتكلم انه ايش علاقة الآية هذه بالدين، يرد عليه صاحب الفيديو انت لو كنت مسلم هتعرف ايش علاقة الآية هذه بالدين. الشخص اللي كتب التعليق يرد على صاحب الفيديو، انا مسلم احسن منكم، من اهلكم، من قبيلتكم، من بلدكم، من دولتك. الثاني يرد عليه انت اساسا مش مسلم، انت كذا انت كذا، ونتكلم في صراعات دينية طائفية بعيدة كل البعد عن اللي بنتكلم عنه في الموضوع تبع الفيديو. ليش وصلنا للمرحلة هذه؟ ايش اللي وصلنا للدرجة هذه؟ ليش الأحقاد اللي موجودة بيننا؟ ليش بنفكر دائما بطائفية؟ وليش بنفكر انه دائما احنا الصح، انا التعليق اللي كتبته هو الصح وكل الناس غلط؟ كل واحد يقلل من تعليق الآخر، ولا يضحك على تعليق الآخر، ولا يتشمت في الثاني، انت جاهل، انت متخلف، انت ما تفهم، انت تعليقاتك اساسا كلام فاضي، انت بلدك ما بتخرج الا الاشكال اللي زيك، انت 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 انت، وكل حاجة بنكتبها تقليل من قيمة الآخرين، تحقير منهم، نبين انهم جهلة ما يفهموا وانا الوحيد الا فاهم. اتمنى انه نراقب تعليقاتنا، عندنا تعليقات زي ما قلت تفيد الناس اهلا وسهلا، ما عندنا بلاش نتكلم، بلاش نعلق، بلاش ندخل في تفاصيل خاصة بالشخص ولا بالبلد ولا بالدولة ولا بالدين ولا بالعقلية. كل واحد بيجتهد وكل واحد بيحاول يسوي حاجة بحسن نية او بسوء نية، لكن ناخد حسن النية كأساس. اي انسان عنده فيديو مهم شايف انه يفيد الناس، عنده معلومات، يحاول يسويها كمقطع فيديو وينزله في اليوتيوب، ممكن الناس تستفيد منه، بس نتأكد من صحة المعلومات. اي شخص يعلق على اي موضوع يتأكد من التعليق اللي بيقوله صح ولا غلط، عشان ناس بتعتمد عليه ممكن نضر ناس اخرين، فما نحتاج انه نشيل ذنب احد. اتمنى ان تكون تعليقاتنا راقية، تعليقاتنا واعية، تعليقاتنا مفيدة، لا نتكلم أي حاجة وخلاص، لأنه إحنا بني آدمين وكلنا زي بعض، ما في فرق بين واحد وواحد إلا بالعمل. مستويات التعليم مختلفة، القدرات مختلفة، الإمكانيات مختلفة، كل واحد له وجهة نظر، لكن الصح هو الصح. أتمنى أن نفكر في الموضوع هذا وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.